في حد في الدنيا يعمل كده؟ أربع أيام من غير ما تاخدي موقف أو تبلغي أي جهة مسؤولة؟ أنت معاكي السيريال نمبر بتاع الجهاز اللي شايله؟ أدي الموبايل وفي الشريحة الجديدة. كده بيس ولا لسه في حوارات تانية؟ كده بيس وفل الفل ومية مية. فرجنا يا عم الساحر. عيب عليك يا راجل طيب، أنا برضه هديك قرد ما بيلعبش. بس خلي بالك يا دكتور، الغلطة فورة. أي كلمة غدر تنطق بيها من لسانك. يا عم غدر إيه بس؟ وأنا هروح فين في وسطيكم؟ ما تخليك راجل عاقل. إيه يا جماعة، أنتوا عصابة بجد ولا لسه بتذاكروا المنهج وعاملين عليها بروفا؟ حلوة صح؟ إيه يا حلوة صح؟ يا نهار أسود عليا وعلى هيجرالي. ما ينفعش يا دكتورة، تتبع جهاز الموبايل إجراء مهم جدا في ظرف زي ده. ما أنا قلت لسيادتك إن التليفون مقفول من ساعتها. ما نقدرش نهمل احتمال إنه ممكن يفتحه في أي وقت. طب ما اقتراح العربية أضمن يا فندم، يعني أنا أقصد إن لو والعربية كمان يا دكتورة، 10 دقايق بالظبط وهتوصل إشارة لكل كمين القاهرة وإدارات المرور الفرعية في الأقاليم. لازم كله يحصل في خط واحد عشان ما عندناش وقت نضيعه أكتر من كده. ألو، إدينا أحمد بيع عطوان يا ابني بسرعة. الله، مبسوطة يا ست كاميليا. قال إيه؟ اشرح لهم الحكاية ودي كده عشان يدوروا في هدوء ومن غير دوشة. أهي وسعت والفضيحة بقت مالتي ناشنال. الله يخرب بيتك يا سليمان. ألو سليمان، أنت فين؟ أيوة حبيبتي، أنا تمام، ما تقلقيش. يا سليمان أنا بسألك أنت فين؟ أنا في الغردقة وسهران سهرة جميلة مع جماعة أصحابي من الكلية وكله تمام. يخرب بيت سنينك، غردقة يا متخلف، أعمل إيه أنا دلوقتي؟ إيه يا دكتورة؟ هو فين؟ مالك يا دكتورة؟ ساكتة ليه؟ الخط لسه معاكي؟ يا فندم معايا. طب ادوني بعد اذنك. ايوه دكتور سليمان، انت فين؟ ايه ده، حاك مين؟ انا الليوة ممدوح البنهاوي مساعد مدير امن الجيزه. مفيش اي حاجه، كله تحت السيطره. بتقول ايه يا دكتور؟ انت في حد مع حضرتك؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ دكتور سليمان انا مش سامعك كويس. ايوه يا سياده اللواء، مع حضرتك انا. خير يا فندم، حضرتك في المستشفى عندي تعبان، يعني محتاج لي. تعبان يا دكتور؟ انا قلبت عليك الداخليه كلها. ليه يا فندم؟ ليه حضرتك ليه؟ ليه ازاي؟ الدكتوره عندي في المديريه هنا وبلغتنا انك اختفيت فجاه واتقطع اتصالها بيك من 4 ايام. مش عايزنا نقلق ونفتش مصر كلها حته حته؟ لا لا يا فندم، انا مش عايز حضرتك تقلق ولا تفتش ولا تدور ولا اي حاجه. انا تمام وزي الفل يا فندم. دكتور سليمان، انت في حد بيجبرك انك تتكلم بشكل طبيعي؟ لا 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 خالص. حضرتك ليه بتقول كده؟ ده انا قاعد قاعده حلوه مع جماعه حبايبي والحياه تمام يا فندم. انا والله العظيم محرج جدا من سيادتك، يعني مش عارف اقول ايه. انا اسف على الازعاج اللي حصل ده، وبستاذن حضرتك انك انت يعني تسحب البلاغ بتاع المدام. مفيش اي حاجه ولا اي قلق من اي نوع، انا تمام الحمد لله. ولا ازعاج ولا حاجه يا دكتور، ده واجبنا وشغلنا. المهم ان احنا اطمننا عليك وعرفنا انك انت بخير. طبعا هتكلمك اهي. دكتور سليمان مش عايز اكلمه. اسفة جدا يا فندم، سوري حقيقي، بس انا فعلا اعصابي متدمره وحاسه اني انا مش عارفه، انا مش عارفه اقول ايه حقيقي، مش عارفه. كله تمام يا جماعه والحياه بيس ومفيش اي مشاكل، هي بس مراتي حبوبه شويه وبتقلق عليا قوي. ايوه يا سليمان. ايوه روح قلبي. ناوي تقعد عندك كتير؟ الدنيا واقفه وما اقدرش اجل حجوزات الناس اكتر من كده. لا 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 خالص، ده هما يومين بالعدد، يا دوب امضي العقد وارجع لك على طول.
عادي. ما هي دي بقى المفاجأة يا شاهد اللي أنا كنت بحوشها لك. أما أنا شفت هنا حتة شاليه في الغردقة تحفة يا شاهد، تحفة. المنظر ما أقولكيش، لاندسكيب، لانش، شعب مرجانية، حيوانات بحرية نادرة، بتموت في سمك القرش أصلا. يا شاهد سليمان أنت عايز خلص خلص يا سليمان لو سمحت، وراعي ان انا مش قاعدة في البيت. طيب طيب سوري معلش ما خدش بالي. طيب بصي، انا عايزك ضروري قوي تبعتي لي 500,000 جنيه مع عزة السواق، وخليه يكلمني وانا هقول له يجي لي فين بالظبط. نعم. ايه رايك بقى في السعر الجامد ده؟ تحفة صح؟ والله يا شاهي لما هتشوفيه هتتهبلي عليه احلى 100 مرة من الشلال اللي وجعتي دماغنا بيه بتاعك بتاع مارينا ده. شاهي شاهي انت معايا؟ معاك ربنا يا دكتور. انتوا الشبكة عندكوا على فكرة زبالة. دقيقة بالظبط هعمل المكالمة من بره وارجع لكم على طول. ايه؟ طب ما تتصلي من تليفوني ولا نجيب لحضرتك شاحن وهسيب لحضرتك المكتب تتكلمي براحتك. لا العفو يا فندم، متشكرة جدا. انا اسف معلش فاتت عليا دي. تعتذر عن ايه يا سيادة اللواء؟ ده أنا اللي موقفي صعب جدا، مش لاقي أي كلام يتقال. مغلق يا دكتور، على مون جات سليمة، الفلوس بتروح وتيجي، ما تقهرش نفسك أنت عشان القولون. لا 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 أنا ما بحبش الحوارات الغامضة دي يا أكل أنتي. إيه الشبكة زبالة عادي يعني إيه؟ عم صلي بقى، ما اتحلق لك وخلاص. إيه يا ابني اتحلق لك دي؟ أكيد الموبايل فاصل شحن. إيه يعني ما بتحصلش معاكم؟ موبايلاتكم على طول مشحونة ليل ونهار. إحنا نستنى ساعتين تلاتة كده وبعد كده. بقولك يا دكتور عشان خاطر ما تقهرش نفسك، خلص الحوار وانتحر الكلام. هات التليفون يا جدع، هات التليفون يا جدع، هات بقى. ابوكي في الغردقه يا هانم، بيتفسح مع الصيع واللمامه اللي بيضحكوا عليه وبينهبوا فلوسه. وقال ايه؟ عاوزني ابعت له 500,000 جنيه عشان يشتري شاليه على البحر ويلعب في الشعب المرجانيه. شفتي السيرك اللي انا عايشه فيه؟ أنا اللي استاهل عشان مشيت ورا كلامك وقلقت على قلقك لحد ما وقعت في الموقف السخيف ده. والله العظيم يا شهد لو هج بعد كده من البيت وقعد سنة بحالها ما حسمح لدماغي ولو لدقيقة واحدة تفكر فيه وفي اللي جرال. كده برضو يا بابا بعد ده كله تعمل تليفون واحد بس عشان الفلوس؟ طب وانا مهنش عليك تتصل تطمني عليك بعد الليالي السودة اللي انا عشتها دي؟ بقولك ايه يا عم صلاح، انت تفكك مني خالص وتطلعني من دماغك. اطلعك من دماغي ازاي يا ابني؟ احنا كلنا في مركب واحد. يا عم انتوا اللي غرقتوا المركب يا حبيبي، انت والمعلم ابو مخ لولبي. قعدتوا تقولوا لي ان السله بالقرد اللي جوه ونطلع منه بمصلحه. قابل بقى يا عم الكتكوت، اهو القرد طلع اسد والداخليه كلها مقلوبه عليه، وطبعا مراقبين تليفون مراته. وعلى ما الشمس تطلع هتلاقي الغابه كلها هجمه على الساحل من اسكندريه المطروح. يا قلبي لا تحزن. ايوه باشا، القماشة وسعت مننا والحكاية بقى وقت على الآخر. الراجل اللي حجزناه بتاع شاليه 17 طلع سعادتك الدكتور المعروف اللي اسمه سليمان العريني. إيه؟ مين؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، أنت عرفت إزاي؟ الله يخرب بيتك، أنت يا جدع أنت مش قلت إن اسمه مرتضى وإنه بيشتغل ملحن وبتاع طبلة ودربوكة وبلا أزرق على دماغك؟ نعم يا أخويا. تليفون ايه يا منايل انت؟ بقولك ايه؟ انت خليته اتكلم مع حد اجل انت؟ يا باشا ما انا استنيت تليفون سعادتك يومين بحالهم عشان ابلغك الخبر. ما هو سعادتك منبه عليا ما بعتش اي رسائل. انا قلت سعادتك يعني اتاكد واسيبه يعمل تليفون تحت السيطرة عشان اعرف بس اذا كان بيتكلم جد ولا بيحور علينا. ما هو من ساعتها هو عمال بيسرح بينا يا باشا. لا شريحة طايرة واتفرمت وقتي. سعادتك مراته اسمها شاهناز. لا سعادتك ما كانتش لوحدها، كان معاها لواء في مديرية الأمن. حسن كم فيه. كان أنا لازم أمشي. إيه اللي حصل؟ غلطة، ما هي 60 ميلة. طمني. حاضر.
يا مساء الورد والفل والياسمين والزهور اللي في الدنيا كلها. انت لسه فاكر؟ ازيك يا طن؟ ازيك يا اكرم؟ الف مليون سلامه على استاذتنا العظيمه المتالقه. الله يسلمك يا اكرم، ميرسي على ذوقك. ميرسي على ايه يا طنط؟ ايه يا عم الكلام الجامد قوي ده؟ ينفع كده؟ ضرب نار واكشن وظروف غامضه. شفت بقى الحركات؟ جامده جدا بصراحه، انا بيني وبينك ما كنتش مصدق الا لما كلمتك بنفسي. ازيك يا اكرم؟ اوبا فيلسوف العصر الحديث، ازيك يا استاذنا؟ ازيك؟ وحشتي جدا. وحشتي جدا والله. بص بقى، مش هتفلت مني النهارده، لازم نتفق على عمود اسبوعي في الصفحه الرابعه. بعينك، انت مش رميت نفسك في حضن جلال السنوسي يا ولد؟ خليه ينفعك بقى. لا 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 لا، جلال السنوسي اختلف خالص عن زمان، حضرتك هتاكد بنفسك لما تقعد معاه. بص بقى حضرتك هتكتب، يعني هتكتب، ووسطتي قاعده قدامك اهي، شهيده الاعلام الجريء. ده انا اول واحده تعترض على الاتفاق ده. الله 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 الله، ليه كده بس يا قمر؟ ينفع كده؟ ده انا مولع الدنيا كلها علشانك. وهو ده سبب اعتراضي. جاي تطمن عليا في اخر السهره بعد ما خلصت شغل وكتابه وعناوين سخنه، وطمنت ان غنيمه بكره كلها في جيبك. يرضيك كده يا طنط؟ طب لعلمك بقى، اول تليفون جالك بعد ما دخلت المستشفى بربع ساعه كان من العبد لله. وبعدين انا معذور برضو يا جماعه. يا ملك انت نجوميتك مشيعه قوي يا حبيبتي. انت عارفه اللي حصل لك ده عامل زي ايه؟ عامل زي طبق طاير كده نازل من الفضاء، وكل الناس بتحاول تلقط له اوضح صوره. وطبعا انت اقرب واحد للطبق ومستحيل تفوت فرصه زي دي. والله حرام عليك يا اكرم، انا عارفه ان اسلوبك ساخن جدا وهيولع عليا الدنيا اكتر ما هي. دي حاجه تزعل برضو يا ناس. طب لعلمك بقى، رب ضاره النافعه، انت ما تعرفيش اللي حصل لك ده رفع سهمك قد ايه يا ملك. سهم ايه بس يا اكرم؟ الله يلعن الشهره واللي بيجي من وراها، ما خدناش منها غير حقد وغيره وعين حسوده كانت هتضيع البنت من ايدي. والله عندك حق يا طنط، انا شخصيا عندي مثل فظيع لحكايه الحسد دي. بنت جديده معايا في الجورنان يا ملك عملت موضوع حلو قوي. تصوري بعد الفرقعه اللي عملتها بيومين بس اكتشفت انها عندها لوكيميا. يا الله. لا والصدفه العجيبه بقى انها محجوزه معاكي هنا في نفس المستشفى. هنا في الوفاء؟ هنا في الوفاء. مش معقول. مش معقول ليه يا عبير؟ وما هلاقي مستشفى أرقى وأحسن من دي في البلد عشان يجيبوا فيها ملك يونس؟ يا سبحان الله، حاسة زي ما تكون الدنيا بتطلع لي لسانة يا أستاذ جلال. بتطلع لك لسانة إزاي يعني؟ مش فاهم. أصل الست دي من أول ما ظهرت في أول برنامج ليها وأنا شايفاها مثلي الأعلى، حضورها، جرأتها، تأثيرها في الناس، كل حاجة فيها كانت بتديني طاقة فظيعة للشغل وطلب النجاح. النهاردة أنا وهي في نفس المكان، حاسة زي ما يكون القدر بيقول لي المرة بقى يا شاطرة وانت سايبة الدنيا وادعي معها آخر أحلامك. لا حول ولا قوة إلا بالله. قولي لها حاجة يا ماما تعبير. يا بنتي كفاية بقى، حرام عليكي. انت مش عايزة بقى ترحميني وترحمي نفسك يا عبير من نبرة اليأس دي؟ هي مين دي يا طنط اللي ترحم نفسها؟ ملك يونس؟ حضرتك كده بتتكلمي عن علامة من علامات الساعة. استنى بس يا أكرم، أنت مش قلت إن جلال السنوسي عارف ظروفها كويس جدا وبيقول مستحيل إن في حد في عيلتها كلها يقدر على تكاليف يوم واحد في مستشفى زي دي؟ آه، وحلفي على كده كمان. أمال إزاي دخلت تحت إشراف يسري أبو حطب؟ وأنا مش عارفة يسري يا أكرم، ده جزار. ده مرة صبري الجلاد شافه في نادي الجزيرة وطلب رأيه في حالة بالبق كده، قال له أنا كلامي بفلوس يا أستاذ صبري، خلي المريض يعدي عليا في العيادة. عسولة يا ملك. بتكلم بجد يا أكرم؟ والله والله ما أعرف يا ملك، جايز رجل أعمال ثابت عليه قرر يعالجها على حسابه. هنهزر بقى، ده احنا بنشحت منهم المساعدة الإنسانية في الفضائيات، ويا سلام يا سلام لما يطلع من واحد فيهم 10,000 جنيه. يبقى إيه بقى يعني؟ حالة تصعب على الشيطان نفسه. هو في حد النهارده بيقدم المساعدة الخرافية دي؟ عندك حق. في، بس مش هقدر أقول على اسمه. ليه بس عبير؟ راجل محترم زي ده لازم نعرف اسمه عشان نذكره على كرم ونبل أخلاقه. أنا كمان نفسي في كده يا أستاذ جلال، بس غصب عني، وعده وقطعوا عليا وما أقدرش أحلي نفسي منه، خصوصا إنه كان مصمم تصميم رهيب. ياه، للدرجة دي؟ وأكتر يا أكرم، أنا مش قادرة أقولك إيه اللي بيحصل جوايا من ساعة ما سمعت دكتور جورج
وهو بيوصف اللي عمله معايا الراجل ده. هتجنن هتجنن يا أكرم. إيه ده؟ وإزاي وإمتى؟ هي فعلا حاجة في منتهى الغرابة مش كده؟ وفكرة إنه هو اللي يكون ضرب الرصاصة غصب عنه وجري عليا عشان يصلح غلطه ونكر نفسه عشان المسؤولية الجنائية والكلام اللي قاله وكيل النيابة ده، هو ممكن يكون تصور منطقي. بس عارف عامل كده زي ما تكون قاعد تبص للقمر وسارح في رقته وجماله ونوره اللي مفروض على الدنيا كلها، فجأة يطلع لك عالم جيولوجيا سخيف جدا وبيتكلم من طرف مناخيره وبيقول لك هو انت هبل يا ابني، ده حتة حجرة متعلقة في الهواء ومعليهاش غير تراب وجبال وكتل صخرية. أيوة، ويطلعك بقى من الجو الرومانسي اللي كنت عايشة فيه. بالظبط كده. بس لعلمك بقى الاحتمال ده مش منطقي ولا حاجة، مفيش صدفة تجمع تركيبة زي دي. ما يبقاش اللي ضرب الطلقة هو نفسه دكتور شاطر ومتمكن بالطريقة اللي شرحها جورج أنطوان دي. اه والله يا أكرم يخرب عقلك، برافو عليك والله بجد. هي الصدفة الغريبة دي اللي ملهاش أي معنى. ملك، انت اللي مش عايزه اي حاجه تفسد عليكي المعنى الجميل اللي وصل لك من التجربه دي. بس يا عم انا فعلا مش عايزه افوق من الحلم ده، كل ما اسرح فيه شويه بحس انه بيهون عليا مراره الكوابيس اللي احنا بنشوفها كل يوم حوالينا. يمكن عشان كده انا اتعلقت شويه بحكايه عبير دي. تاني عبير؟ ما عرفش يا أكرم، مش عارفة، حاسة إن في صلة ربط غريبة قوي بيني وبين عبير، أو بين اللي جرالي واللي جرالها. الفرق الوحيد اللي بيني وبينها إنها هي تعرف مين اللي ساعدها، لكن أنا معرفوش. لا، قولي إن أنت عايزة تأكدي المعنى اللي جواكي من خلال حكاية عبير وتعوضي الجزء اللي ناقص في الحلم بتاعك. يعني ايه؟ يعني انت عايزه تثبتي لنفسك ان فكره الخير الكامل المجرد من اي غرض شخصي ممكن يكون موجود في قلوب ناس كتير، مش بس عند الفارس المجهول يطلع لك في الساحل. وبكده تكوني اتخلصتي من شبح الوهم اللي نسجته فكرته كل النيابه. الفارس المجهول؟ يا سلام، سمع الفلسفة يا أستاذة؟ يا مالك ارحمي أهلي بقى، وقنعونا يكتب مقال واحد في الأسبوع. أوكي أنا حقنعه. والله؟ In one condition. أنا موافق على أي شروط. تعرف اللي ساعد عبير دي وعالجها على حسابه، فعل خير بجد ولا الحكاية ليها خلفيات مقرفة ومريبة وسكك رخيصة من اللي أنت عارفها؟ لا 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 لا، إيه اللي عبير فاروق ده، بعيدة خالص عن السكة دي. وعموما الشرط بتاعك سهل جدا، أنا أوريدي هخرج من عندك وأروح لها لأن عندها جلال السنوسي دلوقتي، وما اعتقدش انها هتخبي عليا، وخصوصا بقى ان انا محضر لها مفاجاه جامده جدا. اكرم؟ ايوه اكرم. مالك اتخضيت كده ليه؟ اكرم جاي هنا دلوقتي؟ ايوه، هيخرب اوضه ملك يونس يجي على هنا. ملك؟ اكرم عند ملك يونس؟ الله الله الله، في عبير ده الناس الاول بيعد لها كل شغلها، وفي بينهم وبعض معرفه قويه جدا. طب وايه بقى المفاجاه اللي عاملها لي دي؟ لا يا حبيبتي، لحد هنا ده خط احمر، مش هقدر اتكلم. ليه؟ من غير ليه؟ هي حاجه غريبه قوي كده للدرجه دي؟ غريبة جدا طبعا. ايه الداعي انك تنسب لها الشغل اللي عملته على حادثة ملك وتكتب اسمها جنب اسمك؟ يعني انا حسيت انها ممكن تكون دفعة معنوية في الظروف اللي هي فيها دلوقتي. بالعكس يا اكرم، انت كده بتزود الوجع جواها وبتحسسها بالازمة اكتر من الطبيعي. ازاي بقى؟ زي الناس لما حد فينا يبالغ شوية في اهتمامه بانسان عاجز او اعمى او مشلول ويديله حاجة اوفر هو اصلا مش محتاجها، يبقى بيجرحه يا اكرم، مش بيرفع من معنوياته. انا ما حسبتهاش كده خالص. ما هي ما تتحسبش غير كده يا فالح. انت ما تعرفش قد ايه احساس الشفقه ده مؤلم ومهين لاي حد. طب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ده الشغل اللي خرج من الطابع خلاص ونزل على التوزيع. اسمع يا اكرم، انا عندي فكره ممتازه، هتضرب تلات عصافير بحجر واحد، هتتفادى الشعور السخيف ده جواها وهتديها الدفعه المعنويه اللي انت كنت عايزها، وفي نفس الوقت هتخلي اسمها مش على زي النار. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور علي؟ لا طبعا تفرق. اولا البنت حالتها متاخره، واللي اكتشفنا اللي عندها ده من كام يوم بس، وبعدين كمان العينات اللي انت بعتها المعمل دي مش كفايه، انا محتاج الاشعه اللي انا قلت عليها دي في اسرع وقت. اسمع يا دكتور علي،
أنا مش مستعد أبني أتحمل نتيجة التسيب والتهريج اللي أنتوا فيه ده، وبعدين أنا فهمتك إن البنت دي حالتها تهمني جدا وإنها من طرف الدكتور سليمان. أنا مش هسمح بأي إهمال معاها. أنا مش فاهم هي إيه اللي وراها يعني عشان تأجل أشعة لبكرة الصبح. مفيش والله. مفيش. أنا كويسة. كويسة أوي، أنا قلبي زي الحديد. لا يا شيخ. تكلمي جد؟ لا طبعًا أنا كدابة. أنا خايفة ومرعوبة وقلبي وقع في طراطيف رجلي. حلو، حلو قوي. أهو أنا كده مطمن عليكي، هو ده اللي أنا عايزه بالظبط. آه، ومحسن ممتاز بقى، ومادام خفت يبقى هتنجح يا رأفت والجو ده. أهو أنت كده رجعتي يا عبير فاروق البنت الشقية بتاعت زمان اللي وحشتنا جدًا. أنت اللي رجعتني. اللي عملته معايا ده رد لي روحي من جديد. خلاني أمسك فيها بإيديا وأسناني. أستاذ أكرم بجد أنا. هادي أستاذ أكرم. يا سمر، ها انت عمرك قلت زميلك في الجامعه يا استاذ؟ لا انا حضرتك دبلوم، ما دخلتش جامعه. لا مش ممكن، ده خفه الدم وراسه مقصله فيكو. اكرم بجد انا حزينه وانا برفض لك اول طلب تطلبه مني، بس الراجل اللي ساعدني المساعده الوهميه دي غالي عليا قوي، وحلفت على نفسي بالموت لو قلت هو مين. وسعد عضول بن عاشر ولهوش أني يا بس يا عافا. صلاح يا كليانتي، يا ولا توه انتوا اديتولي ايه؟ ايه الحولة دي؟ طب معاكوا تاني؟ بس ما تعملوش زي ما عملتوا مع محمود ياسين في الدوامة عشان كده برضو عشان ينزل. أنا اتصغريني مع الحشرات دي وكانش العشم. والصرصار التاني اللي يقولك يا عم صلي بقى مش حلالك، أنا مش هنز حلالي. زدتوني إيه؟ أنا بس عايزاكم تستحملوني شوية دول، لأن الحقيقة حاسة إني دمي تقيل قوي ومش عايزة حد من حضراتكم يتعذب بسببي. أنا عبير فاروق، صحفية في جريدة المستقبل. الحقيقة إن عمري ما كنت هتجرأ وأقف قدام كاميرا زي دي إلا وأنا متأكدة إني هقدم لحضراتكم موضوع يهمكم. بيتك انت فيها ولا فيها مجنونة؟ انت البنت بتموت وبت راحت ولا عايزة اقول لحضرتك الف الف تريليون سلامة على ارق واجمل اعلامية في مصر والوطن العربي كله. ربنا يخليك يا عبير، انت احلى والله. ارجوكي بلاش التواضع ده، حضرتك عارفة قد ايه الناس كلها بتحبك وبتحترمك وقد ايه تأثيرك فيهم كبير.
أستاذة ملك، الحقيقة أنا مش عايز أرهق حضرتك كتير في تفاصيل الحادثة، لأني عارفة قد إيه هي كانت قاسية ومؤلمة. أنا بس كنت طمعانة في سؤال صغير. ملك؟ اسمك ملك؟ أيوة. عائشة الأسامي يا ملك. مش غريبة دي يا أستاذة؟ أغرب حاجة شفتها في حياتي، ولو كان ده حصل مع حد غيري وحلف عليا بكل قسم ويمين في الدنيا ما كنتش صدقته. يمكن عشان كده الناس ما صدقتش الأخبار السريعة اللي اتنقلت امبارح في الفضائيات والكلام اللي اتنشر في جرايد النهاردة. ليهم ألف حق. الناس تصدق إن الرصاصة اللي صابتني كانت بفعل فاعل، تصدق إنه وقع في إيدي ملف فساد كبير فقررت أفتحه وأعمل فضيحة محترمة الرجل أعماله واسم سياسي فقرر يصفيني ويخلص مني. تصدق إن أنا بكذب عليهم وإن القناة اللي أنا بعرض فيها ألفت حاسة وهمية علشان تضمن ضربة دعائية كبيرة لبرنامج رمضان. لكن صعب عليهم قوي يصدقوا فكرة ظهور فارس نبيل في لحظة احتياجه. فارس مسخر كل شهامته وشجاعته وقوته علشان يمد ايده لأي حد ما يعرفوش، وبعد ما يضمن سلامته وعدم احتياجه ويتأكد ان دوره انتهى بيبعد ويختفي من غير ما يسمع كلمة شكر واحدة ولا يشوف ابتسامة ود صغيرة على وش الإنسان اللي نجد وأنقذه من الموت. هيصدقوا ازاي؟ هو مين النهاردة بيساعد مين أو بيحن على مين؟ مين بيقدم خدمة تافهة لأي حد من غير ما يقبض قصادها التمن أو يحقق من وراها مصلحة شخصية أو علاقة مفيدة؟ الناس تصدق منطق الشر اللي احنا عايشين فيه ليل ونهار، منطق الدم والمكسب والمنفعة والأنانية والاستغلال. لكن زي ما أنا مدياهم العذر فإنهم ما يصدقوش الخيال اللي أنا بقوله. هما كمان لازم يعذروني ويصدقوا إن مفيش أي حاجة تجبرني على الكذب والدعاية المزيفة واللعب في دماغ الناس، لأني شفت اللي أكبر من كل الأطماع الخايبة دي. أنا ظهر لي واحد في مكان موحش في عز الليل وأنا جريحة وغرقانة في دمي، وجري عليا بسرعة البرق وأخد قرار جنوني بأنه يتحمل مسؤولية إنقاذي بإيده عشان رفض مجرد احتمال إن عربية الإسعاف تتأخر عليا ولو نص ساعة في مكان زي ده. قلبه ما استحملش فكرة إن روحي تطلع قدامه وهو بيتفرج عليا، وعقله ما فكرش لحظة واحدة في المسؤولية اللي ممكن يتورط فيها والعقوبة اللي ممكن تدمره لو ما قدرش يلحقني، ومسح المكان كله بعينيه وفكر وتحرك وعقم وطهر وطلع الرصاصة من جسمي ورجعني للدنيا تاني في 25 دقيقة. وبعدين اتصل بالإسعاف اتبخر من الدنيا كلها لحد اللحظة دي. أنا معرفش هو مين. طب ليه حضرتك متأكدة أنه عمل معاكي كل ده وهو ما يعرفكيش؟ في حد في مصر كلها ما يعرفش؟ ما يعرفنيش يا عبير. لو كان يعرفني كان أبسط افتراض أنه لما يبلغ سويتش الإسعاف يقول لهم أن المصابة دي تبقى ملك يونس، على الأقل كده يأكد لهم جدية البلاغ ويضمن اهتمامهم وسرعة تحركهم ليا. كان يعرفني ورافض يظهر لحد دلوقتي ويعلن عن نفسه ويقول أنا الفارس المجهول اللي عملت كل ده، يبقى بيسخر من العالم كله، يبقى بيدينا كلنا درس كبير قوي في الخير المجرد والرحمة الإنسانية وإنكار الذات، درس ما شفناهوش ولا سمعنا عنه غير في سير الأنبياء ونظرية أفلاطون. لو
كان ده غرضك فعلا يبقى لازم تظهر وتقول انت مين. تعال قول لنا الدرس بنفسك، وصل رسالتك بلسانك ونظرات عينيك، اصرخ فينا كلنا وفجر غضبك واعتراضك على القسوه والانانيه والضياع اللي احنا فيه. اعملها خدمه لوجه الله، مش يمكن نحس منك بكل المعاني الجميله اللي اتخلقت جوانا واحنا اللي نزعناها من جذورها، حطينا مكانها الشهره والسلطه والرغبه والفلوس. ولو كنت ما تعرفنيش فانا قدامك اهو بكلم الدنيا كلها عشانك، وبترجاك بترجاك تظهر مره واحده بس. مش عايزه اكافئك على مجهودك وانسانيتك ولا ارد لك جزء من حقك عليا. انا عايزه منك حقي، انا عايزه اشوف العين اللي تعاطفت معايا وتقلبت عشاني، وسلم على الايد اللي نظفت جرحي وردت روحي وصدت عني شبح الموت. حقي، مش ده برضو حقي عليك؟ انا عارفه انك مش هتاكل عليا حقي، مش انت تعبت وجريت وعملت كل ده عشاني وعشان تحميني من النهاية المؤلمة دي؟ يبقى أكيد مش هترفض آخر طلب لي عندك. قلبك مش هيجمد عليا ولا يرضى لي بصعوبة الانتظار ووجع الحيرة. مستحيل اللي زيك يرضى بكده. استاذة ملك، انا مش عارفه ايه اللي ممكن اقوله دلوقتي، ولا انا قادره اتكلم. كفايه يا عبير، كفايه. انا اسفه يا جماعه، مش قادره اكمل. ستوب. مش قادره يا عم، مش قادره، مش عارفة ايه اللي جرالي. حبيبتي خدي اشربي مؤمن. ايه اللي عملتيه فينا ده يا ملك؟ ليه ضغطتي على نفسك كده يا ماما؟ مش عارفة يا اكرم، حسيت انه موجود شايفاه قدامي بيبص في عينيا وسامع كل حرف بقوله. حسيت انه موجود وقريب مني قوي قوي. ما هو عشان انت يا ملك. عشان انا مجنونة، مجنونة يا عم ومختلة، وبوهم نفسي بصورة عبيطة من خيالي. أنا مش موجودة غير جوايا أنا، مفيش حد بيعمل كده عشان يوصل رسالة إنسانية أو يحقق هدف جميل. الصورة دي أنا اللي صنعتها وأنا اللي بوهم بيها العالم كله ده دلوقتي. ليه بتقولي كده يا ملك؟ لأنه مش هيجي، مش هيظهر خلاص. قبل اللي عمله راح لحاله بقى، يطلع مجرم، يطلع مجنون، يطلع هربان من حكم اعدام، يطلع جن من عفاريت البحر، يطلع زي ما يطلع بقى. انا